النهارده للأهلي لم يكن مطمئنا على الإطلاق أمام مصر المقاصة وبيفوز بهدفين مقابل هدف. النادي الأهلي بيواصل مسيرة انتصاراته في بطولة الدوري. طيب الهدفين بتوقيع حمدي فتحي اللي خرج مصاب ووليد أزارو في الدقيقتين 25 و82. جمهور الأهلي النهارده هو بيتفرج على ماتش الأهلي والمقاصة، هو أصلا مش شايف الأهلي بيلعب قدام المقاصة، هو في باله حاجه واحده بس، الاختبار اللي الاهلي فيه ده علشان يعمل افضل اداء ليه ويحقق اكبر نتيجه ليه. اخباره ايه؟ فالناس انت خد بالك كجمهور بطوله الدوري بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بطوله مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي من كتر ما هو بيفكر في ماتش سان داونز هو مش عايز الاهلي يكسب واحد، ولا مقتنع بفكرة اتنين يعني واتنين وأداء، هو عايز الأهلي يكسب تلاتة يكسب أربعة ويبقى مكتسح مصر المقاصة استحواذا وأداء ونتيجة وكل حاجة. فالناس من كتر الضغط مش قادرة تعمل كده. لعيبة النادي الأهلي نفسها واضح ان هم متأثرين بده، هما تفكيرهم في ماتش سان داونز مسيطر بشكل كبير جدا جدا عليهم. هو عايز يخلص من ماتش المقاصة، عايز يقلب صفحته بدري ويقلب صفحته وهو كسبان مش بأي نتيجة تانية. يعني هو الأهلي ولاعيبة الأهلي عايز تكسب طبعا الماتش دي ما فيهاش جدال يعني، بس غصب عنه غصب عن اللعيبة هما عندهم تركيز إلى حد كبير في ماتش سان داونز إحنا هنعمل فيه إيه. فالجمهور مش فارق معاه خالص ماتش المقاصة، مش فارق معاه ماتش المقاصة، مش شايف الماتش نفسه، هو عايز يشوف الأهلي الفورة بالنسبة له هتبقى من كام قدام المقاصة، هيكسب المقاصة كام، تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا هيعمل إيه. فالرسالة اللي النهاردة النادي الأهلي بعتها لجمهوره ما كانتش مطمئنة. بص الناس يافطة من بعض الجماهير المتواجدة اصنعوا ملحمة للصعود، الناس عندها أمل. فرسالة للأهلي النهاردة وجهها لم تكن كلعيبة يعني لم تكن رسالة مطمئنة بالقدر الكافي إلى الجمهور. بس هنا عندنا نقطة مهمة لازم نقف عندها، وهو إنه مع زيادة حجم تركيز اللعيبة في الماتش اللي جاي ومع الضغوط اللي هم موجودين فيها طبيعي إلى حد كبير الأداء من الماتش ده للماتش التاني يختلف. طبيعي إنه التركيز كله لما هيبقى منصب على ماتش سان داونز الفرقة أدائها هيكون أفضل. طبيعي إنه لما أنت يكون عندك متغيرات كتيرة جدا جدا ولسه خارج من نتيجة سيئة للغاية فعايز تعدل من اوضاعك وتستقر شويه علشان تعرف تتارجت او تعرف يبقى الهدف بتاعك اللي جاي انت شايف قصاد عينك بشكل واضح، مفيش حواليه ماتشات تانية فانت قادر تبقى مركز فيه ذهنيا. ممكن فعلا الاهلي الاداء النهارده ما يكونش مطمئن الى حد كبير، لانه الاهلي بالنسبه له ماتش سان داونز لن يقبل فيه على الاطلاق لا الفرقه ولا الجمهور انه يسكن شباكه اي هدف. مساله التركيز